لو الحكاية فيها إن فيديو. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم القمر المكتمل في منزل المال وفي مواجهة الشمس برضو، فده بيخليهم عندهم تنافر فلكي في منازل المال، ومطلوب من مواليد العقرب ان هم يكونوا حذرين في إدارة أموالهم وفي إدارة أعمالهم، وما يغامروش أبدا في عمليات البيع والشراء.